تقريبا بال 600 اسم تمت مقابلتهم من الإشراف التربوي. تمت المباشرة بالإشراف الاختصاصي لفرز المتقدمين للإشراف التربوي والاختصاصي. عمل اللجنة تكون من الساعة 9 صباحا إلى 11 ليلا يوميا، حتى أيام العطل خميس وجمعة وسبت مداومين كامل مستمرين بالدوام. تم فرز الأسماء من المؤهلين ومن ثم إرسالها إلى بغداد. والله هي السقوف تقريبا ما يقارب احنا 1200 متقدم للاشراف التربوي والاختصاصي، فهي راد لها شغل يعني ما وفرز وتدقيق، هاي ندققت تعابيرهم وفرزناهم وسل قدموا المقابله. تنجز ان شاء الله، تنجز من قبل الوحده الوقت المحدد ان شاء الله.